الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، أما بعد. فمن هدي السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم ما أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتبادحون بالبطيخ، يعني يترامون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. في هذا الأثر يتبين لنا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا على شيء من المزاح وشيء من الترفيه الذي لا يخالف الشرع، ومعنى أنهم كانوا يترمون بالبطيخ ليس كما فهمه بعض الناس أنهم كانوا يتلاعبون بالطعام، وإنما كان رميهم بالقشر كما ذكر أهل العلم، وليس المراد أنهم كانوا يترمون بالطعام نفسه، فإنهم أرفعوا عن هذه يعني الأمور التي لا تليق بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا كان الأمر وإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، ولذلك سئل ابن عمر رضي الله عنهما هل كان الصحابة يمزحون؟ قال نعم، والإيمان في قلوبهم كالجبال. ويدل هذا على أنهم كانوا يمزحون، ولكن كان غالب حالهم الجد، وهذا هو الأصل، أن الإنسان يكون غالب حاله الجد، وإنما المزاح يكون في بعض الأحيان. والمزاح كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ولكن كان صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا. قال له الصحابة إنك تمزح يا رسول الله، قال نعم ولكن لا أقول إلا حقا. فمن أمثلة مزاح النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لأنس رضي الله عنه يا ذا الأذنين، وجاءه رجل يستحمله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني حاملك على ولد ناقة، فقال هذا الرجل وماذا أفعل بولد الناقة، يعني لا يتحمل هذا الولد الصغير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم مازحه ولم يكذب عليه، ولكن كان الكلام محتملا، فظن هذا الرجل أنه سيعطيه يعني ولدا صغيرا، ولكن كان مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن كلما يأتي من الإبل يعتبر مولودا سواء كان صغيرا أو كبيرا. وعلى هذا المثال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح مع أصحابه ومع أزواجه صلى الله عليه وسلم. لذلك المزاح لا بد أن تراعى فيه الضوابط. من ضوابط المزاح ألا يكون هذا المزاح كثيرا، فالمزاح كالملح في الطعام يزينه وإذا زاد شانه، والمزاح لا بد أن يكون حقا لا يدخل فيه الكذب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن ويل الذي يكذب ليضحك القوم ويل له ويل له، هذا وعيد شديد. وأيضا المزاح لا بد أن يسلم من الأذى، لأن بعض الناس الآن يروع أخاه المسلم ويعتبر هذا من المزاح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. والآن تنتشر مثل هذه المقاطع عند الناس، يروع أخاه، يروع أهله، يروع أخته، يروع كذا، ويظن أن هذا من المزح، وهذا لا شك أنه أمر محرم لا يجوز، لا جدا ولا هزلا. أيضا مما ينبغي يعني يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا على هذا المزاح، والإيمان في قلوبهم كالجبال كما قال ابن عمر. يفيدنا هذا في كلام ابن عمر أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يكثرون منه، يعني من هذا المزاح، لأنه قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تكثر الضحك فإن الضحك يميت القلب، فإن كثرة الضحك تميت القلب، فإذا أكثر الضحك مات قلبه وقل إيمان قلبه. فكان الصحابة يتمازحون بمثل هذا يعني الأمر كالرمي بالبطيخ ونحوه، ولكن يكون هذا يعني ليس دائما وإنما في أحيان دون أحيان.
والمزاح مما تستميل بها مما يستميل به المرء النفوس، والذي يمازحك يحبك، هذا هو الغالب. أما الذي لا يحبك في الغالب أنه لا يمازحك، فلذلك ينبغي للإنسان أن يتلطف في مزحه، وأيضا على الرجل المقابل أن يتقبل المزاح. ولكن لا بد أن ننبه على مسألة مهمة، وهي أن فعل الصحابة هنا هل هذا الفعل يعني يطبق على كل من أراد المزاح وهو التقاذف بقشر البطيخ ونحو هذا؟ نقول نحن نستن بالصحابة في مزاحهم، نستن بالصحابة في مزاحهم يعني في المزاح بالعموم، لكن في كيفية المزاح هذه تختلف من أناس إلى أناس. فحتى الأثر هذا عن الصحابة ليس فيه أن كل الصحابة يفعلون هذا، فهذا المزاح قد يقبله أناس ولا يقبله أناس، وهذا يختلف بأحوال باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص. فإذا مسألة المزاح يسن بها بالنبي أولا صلى الله عليه وسلم، ويسن به بالصحابة رضي الله عنهم، ولكن كيفية المزاح تختلف من أناس إلى أناس، ومن أشخاص إلى أشخاص، ومن حال إلى حال. وما حكم المزاح؟ هل هو مستحب أو هو مباح؟ بعض أهل العلم ذكر أنه من المباحات، ونص بعض أهل العلم كسفيان بن عيينة رحمه الله أنه مستحب إذا خلا من المحاذير الشرعية. وهذا القول له وجاهة من ناحية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلونه، ولما فيه من إدخال السرور، لما فيه من إدخال السرور. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإدخال السرور على وجه أخيك صدقة. فأيضا هذا من إدخال السرور، فهو يكون مستحبا من هذا الباب إذا خلا من هذه المحاذير الشرعية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.